أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإذا أعجبكم فيديو اضغط على لايك وشكرا. قصة اليوم هي قصة الصياد الماهر. كان لرجل في الزمن البعيد أبناء ثلاثة، وكان كل من الابن الأكبر والابن الأوسط يقضي وقته في شحذ سيفه ويقول: إني بهذا السلاح أستطيع أن أنتصر على جميع أعدائي. أما الابن الأصغر فكان مشغولا ببري السهام حتى يشدها إلى قوسه ويصيب بها أبعد الأهداف. وفي ليلة من الليالي رأى الابن الأصغر في منامه شيخا قصير القامة يقترب منه ويوقده ويضع في كفه ورقة فيها خطوط ركب بعضها بعضها الآخر ويقول له: إليك هذه الورقة، فهي تؤكد لك أنك ستذهب بعيدا في هذا العالم إذا كنت لا تخاف من شيء ولا تهاب أحدا. وطلع الصبح وتبدد الحلم، وكانت الورقة لا تزال شغل الابن الأصغر ولا يعرف كيف يفسرها. فذهب يلقى أباه ويستأذنه في رحلة حول العالم. فلما طار النبأ إلى أخويه جاء إلى أبيهما وقد تقلد كل منهما سيفه وقال له: اسمح لنا يا والدنا الكريم أن نصحب أخانا في رحلته حول العالم، فلن نكون أقل مهارة ممن يملك القوس والسهام. وكان الوالد لا يريد أن يدعهم يرحلون، ولا يود في الوقت نفسه أن يجعلهم يعدلون عن رغبتهم، فقال لهم بعد تفكير قليل: افعلوا يا أبنائي ما ترون أنه الصواب. ثم أعد الوالد لهم معدات الرحلة، فسار الأخوان الأكبر والأوسط وقد اعتمد على سيفهما، في حين اعتمد الأخ الأصغر على قوسه وسهامه. ولا تسأل عن الأم كيف ودعت أبنائها والدموع تسيل على خديها. ومما لا شك فيه أن شبابنا الثلاثة غادروا منزل الوالدين والحزن يملأ قلوبهم، ولكنهم ما إن ابتعدوا قليلا حتى عم السرور صدورهم. واصل المسافرون الثلاثة مسيرهم فوصلوا إلى فندق يملكه الملك، وكان على مدير الفندق بأمر الملك أن يستضيف جميع المسافرين. فدخلوه ولقوا من عناية القائمين على الفندق ما أطلق ألسنتهم بالشكر والثناء. وتابع الإخوة الثلاثة رحلتهم منشرح الصدور حتى بلغوا غابة من الغابات كثيفة الشجر والغصون، لا عصفور يطير فيها ولا يأوي إليها أي حيوان كان. ومضوا يسيرون فيها وهي لا تنتهي إلى أن هبط الليل، فاستقر رأيهم أن يقضوا الليل فيها على أي وجه يكون. فتفرقوا في الغابة يجمعون كمية كبيرة من الحطب، ثم اجتمعوا في مكان منها وأشعلوا النار وعقدوا فيما بينهم الاتفاق الآتي: على من يقضي الليل سهران حارسا ألا يوقد أخويه مهما حدث، وألا يقص عليهما حين يستيقظان أحداث الليل وإن تعرضت حياته للخطر، وعليه كذلك ألا يترك النار تخمد وإلا فقد نصيبه من مكاسب الصيد. اتفق الإخوة على هذا ونفذوه،
فحطموا الحطب الذي جمعوه وأشعلوا فيه النار، وارتفعت ألسنة اللهب بعد قليل إلى كبد السماء حارة مضيئة. فافترش الأصغران الأرض وناما، وجلس الأخ الأكبر على مقربة من النار وسيفه يتدلى إلى جانبه، وكان بين حين وحين يستلقي إلى الأرض ويغمض جفنيه قليلا من شدة النعاس، ولكنه لا يلبث أن ينهض واقفا ويتم حراسته يقضان نائما. وبعد دقائق قليلة من انتشار الليل سمع هذا الأخ الأكبر حفيف أشجار في الغابة، أعقبه نعيق بومة، فطار النعاس من عينيه وبقي يترقب شيئا غير مألوف. ثم تبع ذلك كله صوت شجرة تتحطم، فالتفت إلى الوراء فرأى تنينا برؤوس ثلاثة مقبلا نحوه والأشجار تتقصف تحت زحفه، فاستولى على الأخ الساهر خوف شديد وكاد يوقد أخويه، غير أنه تذكر الاتفاق المعقود بينهم وقال في نفسه: لو صحت بهما وأيقظتهما فقدت نصيبي من المكاسب، ولو سكت متنا نحن الثلاثة، ولكن لا، فلن أقهر في يسر وسهولة. وعندما بدأ التنين ينفخ في النار قصد إطفائها، جرد الشاب سيفه وأهوى به إلى التنين فقطع أول رأس له، وثنى بضربة أخرى من سيفه فقطع الرأس الثاني، وعاجله بضربة ثالثة فقطع الرأس الثالث، ثم جر جثة التنين وألقاها في بعض الحفر وانتزع ألسنة الرؤوس الثلاثة وخبأها في جيبه، وركض إلى النار التي كادت تخمد فغداها بالحطب فالتهب. وكان الليل يكاد ينقشع والفجر يكاد يطلع، فصح أخواه ولم يسألاه كيف قضى ليلته، ولا هو سألهما هل نام نوما هادئا مريحا. ذلك كان من شروط الاتفاق بينهم. واستأنف الإخوة الثلاثة سيرهم في الغابة، وكانوا كلما قطعوا شوطا منها بدت لهم غابة كثيفة لا تنتهي، حتى أقبل الليل عليهم فصنعوا ما صنعوه في الليلة الماضية وجددوا العهد فيما بينهم. ولما أشعلوا النار تمدد الأخوان الأكبر والأصغر على الأرض وقد غلبهما النعاس فناما، وبقي الأخ الأوسط جالسا قريبا من النار وسيفه إلى جانبه، وكان يرقب الحوادث ويسهر على أخويه، وكان بين حين وحين يستلقي إلى الأرض ويغمض جفنيه قليلا من شدة النعاس، ولكنه لا يلبث أن ينهض واقفا ويتم حراسته يقدان نائما. وبعد دقائق معدودات سمع حفيف أشجار في الغابة، أعقبه نعيق بومة، فطار النعاس من عينيه وبقي يترقب شيئا غير مألوف. ثم تبع ذلك كله صوت شجرة تتحطم، فالتفت إلى الوراء فرأى تنينا برؤوس ستة مقبلا نحوه والأشجار تتقصف تحت زحفه، فاستولى على الأخ الساهر خوف شديد وكاد يوقد أخويه، غير أنه تذكر الاتفاق المعقود بينهم وقال في نفسه: لو صحت بهما وأيقظتهما فقدت نصيبي من المكاسب، ولو سكت متنا نحن الثلاثة، ولكن لا، فلن أقهر في يسر وسهولة.
وعندما بدأ التنين ينفخ في النار قصد إطفائها، جرد الشاب سيفه وأهوى به على التنين فقطع رأسين من رؤوسه، وثن بضربة أخرى من سيفه فقطع رأسين آخرين، وعاجله بضربة ثالثة فقطع الرأسين الباقيين، ثم جر جثة التنين وألقاه في بعض الحفر وانتزع ألسنة الرؤوس الستة وخبأها في جيبه، وركض إلى النار التي كادت تخمد فغزاها بالحطب فالتهب، وكان الليل يكاد ينقشع والفجر يكاد يطلع، فصحى أخواه ولم يسألاه كيف قضى ليلته، ولا هو سألهما هل نام نوما هادئا مريحا، ذلك كان من شروط الاتفاق بينهم. ومضى الإخوة الثلاثة يمشون طويلا طويلا جدا، والغابة المسحورة لا نهاية لها، ففاجأهم الليل في غابة أشد كثافة من كل غابة اجتازوها، فجددوا العهد بينهم وأوقدوا النار. فبينما كان اللهب يرتفع في الفضاء، اضطجع الأخوان الكبيران على الأرض فناما، وسهر في الحراسة الأخ الأصغر وقوسه إلى جانبه، وكان بين حين وحين يستلقي إلى الأرض ويغمد جفنيه قليلا من شدة النعاس، ولكنه لا يلبث أن ينهض واقفا ويتم حراسته يقضان نائما. وبعد قليل سمع هذا الأخ الأصغر حفيف أشجار في الغابة أعقبه نعيق بومة، فطار النعاس من عينيه وبقي يترقب شيئا غير مألوف، ثم تبع ذلك كله صوت شجرة تتحطم، فالتفت إلى الوراء فرأى تنينا بإثني عشر رأسا مقبلا نحوه والأشجار تتقصف تحت زحفه. فلم ينتظر الشاب حتى يصل إليه التنين، بل عمد في الحال إلى قوسه وسدد منها السهام إلى رؤوس التنين، فتساقطت سهما سهما عليها وقتلت صاحبها، ثم جر جثة التنين إلى بعض الحفر وانتزع ألسنة الرؤوس الاثني عشر وخبأها في جيبه. ولما عاد إلى مكانه كانت النار قد خمدت ولم تبق فيها جمرة واحدة متقدة، ففكر في خسارته لو استيقظ أخواه، ورأي النار رمادا فوق رماد، فعزم أن يوقد النار بأية وسيلة كانت، فصعد إلى قمة شجرة عالية وأدار بصره في الأفق من جميع جهاته لعله يلمح ولو عن بعد بصيص نور أو لهيب نار في تلك الغابة الواسعة المسحورة، فلم يلمح شيئا لأول وهلة، فأعاد النظر ثانية في عناية وتدقيق، فلمح عن يمينه نورا ضئيلا بعيدا جدا، فارتاح بعد قلق وقال في نفسه إن نصيبي مما سوف نكسبه من هذه الرحلة تمسك به شعرة، فعلي أن أذهب إلى ذلك النور وأجلب منه النار. فنزل من الشجرة ومشى في اتجاه النور الخافت، فقابل في طريقه الليل فسأله قائلا من أنت؟ فقال الليل أنا الليل. فقال الشاب كم من الوقت سوف تستمر بعد الآن؟ فقال الليل لن أستمر طويلا، فالفجر سوف يطلع قريبا. فصاح الشاب يا للداهية، تعال معي أيها الليل، فأنا في حاجة إليك. فغافله الليل وأخذ يجري، فتحير الفتى وكان يود أن يستمر الليل ناشرا سواده الحالك حتى يتمكن من أن يقتبس النار من ذلك المكان المضيء ويذهب بها إلى حيث ينام أخواه قبل أن يستيقظ
فهداه تفكيره إلى أن يحول بين الليل وجريانه، فتناول قوسه ورمى الليل بسهم أصابه في فخذه، فعادت خطواته بطيئة كمن يجر نفسه جرا. وفجأة بدأ الليل يتنهد ويقول: وأسفاه وأسفاه وأسفاه. فقال له الشاب متسائلا: ماذا بك؟ فقال الليل: إن الفجر سيطلع بعد قليل وسيطردني. ونظر الفتى إلى السماء من خلال الأشجار، فرأى الخيوط البيض قد بدأت تفضدها، فأمسك بقوسه ورمى الفجر بسهم أصابه كذلك في فخذه، فتوقف الفجر في الحال. فذهب إليه الشاب وقال له: ابق مكانك، فإصابتك لن تسمح لك بالسير، فأنت والليل الآن في خدمتي. وما إن قال هذه الكلمات حتى ربط الليل والنهار إلى شجرة عظيمة، وخص كل منهما بجانب من جوانبها، وغرضه أن يبقيا مربوطين إلى أن يتم مهمته. ثم تابع سيره في ظلام الليل، ووصل بعد قليل إلى غايته، فشاهد نارا يستعر فيها الجمر، ورأى من حولها 12 عملاقا كانوا قد فرغوا من عشائهم، وكان العملاق 12 منهم يكاد ينتهي من كأس شراب يبتلعه ابتلاعا. فضحك الأخ الأصغر في سره، وشد قوسه وسدد السهم إلى كأس العملاق، وكانت من الفضة، فانتزعها من يديه وخدش له أنفه خدشا صغيرا. فنهض العمالقة على الأثر مدهوشين، وتساءلوا: من يكون هذا الرامي؟ ولم يكن أحد سواهم يسكن تلك الغابة، ففكروا وهموا بالانطلاق وراء ذلك المجهول ليمسكوا به ويعرفوه، ولكن أغناهم الأخ الأصغر عن مهمتهم حينما رأوه يقترب منهم ويقدم إليهم نفسه قائلا: إذا شئتم أن تروني يا قوم فها أنا ذا بين أيديكم. فقالوا له: أأنت الرامي الذي سدد سهمه إلى هذه الكأس فأسقطها من كف شاربها؟ فقال الأخ الأصغر: نعم أنا هو، وما من أحد سواي يستطيع أن يفعل ذلك، وهذه هي قوسي، فانظروا إليها وتمعنوا فيها. فقالوا له: لو صح أنك أنت الذي رميت السهم لغفرنا لك جرأتك وعفونا عنك، فأنت من ننشده منذ زمن طويل. ثم جعلوه يقسم لهم أنه لن يفارقهم، وكشفوا له السر الذي وراء هذه الرغبة، ذلك أن على مقربة منهم قصرا مسحورا مملوءا بأكوام الذهب، وأنهم يشترون ذلك الكنز بأرواحهم لو استطاعوا إليه سبيلا. ففي القصر كلب أسود حاد السمع يتنقل بين أنحاء الحديقة حينا، ويعتلي الأسوار حينا آخر، وينصت لكل حركة ولو بعيدة، فإذا سمع ما يريبه أخذ ينبح نباحا شديدا متواصلا يصحو له سكان القصر ولو كانوا غارقين في النوم. والأدهى من هذا أن هؤلاء العمالقة كان في استطاعتهم أن يتغلبوا على جميع سكان القصر، ولكن لم يكن لهذا القصر المسحور باب ولا نافذة يدخلون منهما إليه إلا فتحة صغيرة في وسط الحائط ترمى منها الأوساخ والقادورات. وما كان يقدر أي عملاق منهم أن ينفذ منها إلى القصر إلا بصعوبة، فضلا عن أن نباح الكلب الصغير كان كفيلا أن يؤلب عليه سكان القصر جميعا. فرتبوا أمرهم وقالوا للأخ الأصغر:
ترمي أولا الكلب الأسود الصغير بسهم من قوسك فتقتله، ثم نرفعك إلى الفتحة فتنزلق منها إلى الداخل، وسوف يكون جميع أهل القصر نائمين، فلن يوقدهم الكلب الصغير بنباحه بعد أن يسكته سهمك إلى الأبد. فتدخل القصر إذن وتزور غرفه وخفاياه، ثم ترجع إلينا وتروي لنا ما شاهدت، وتعيننا على أن ندخل القصر واحدا بعد واحد من الفتحة الصغيرة. وتم الاتفاق بينهم على ما رتبوا وقرروا، فبدأ الأخ الأصغر وهو صياد ماهر بأن رمى الكلب بسهم أصابه في شدقه عندما فتحه للنباح. ثم تقدم أحد هؤلاء العمالقة فرفع الأخ الأصغر إلى الفتحة كما لو كان يرفع جوزة صغيرة، فانزلق منها وهو نحيل جدا في سهولة كبيرة إلى الداخل. ولما استقر به المقام زار كل غرف القصر وزواياه، فرأى كما قيل له أكواما من الذهب، ولكنه لم يمسها، وكان هدفه الأكبر أن يعرف هل في القصر أناس أحياء يرزقون حتى يستطيع أن ينقذهم من شر العمالقة. فاستمر يطوف طويلا بأرجاء القصر فلم يقع بصره على أحد، فوصل بعد قليل إلى حجرة من الحجرات كانت تنام فيها ست شغالات، فتركها في هدوء ودخل حجرة أخرى كانت تنام فيها ست وصيفات، فعبر منها إلى حجرة ثالثة كانت أنيقة عظيمة، فرأى في وسطها منضدة من ذهب عليها كأس مملوءة بشراب الورد، وبإزاء المنضدة سرير من ذهب نامت فيه فتاة جميلة، وفوق السرير سيف من ذهب معلق عن الحائط. فلفت السيف نظره أولا فأراد أن ينزله من مكانه ويستولي عليه، غير أنه لم يستطع أن يحركه، وحاول مرة ثانية ولكن ذهب جهده عبثا. ولمح الكأس المملوءة بشراب الورد فقال ماذا لو شربته واستعدت قوتي ونشاطي، فأمسك بالكأس وأفرغ ما فيه في جوفه، فخيل إليه أن قوة 100 رجل قد تجمعت فيه، فسار حتى وصل إلى الحائط فرفع منه السيف كأنه يرفع ريشة، وتقلده فسر سرورا لا يوصف، وقال في نفسه حسن جدا، والآن علينا أن نبدأ العمل. فعاد في هدوء وحذر إلى الفتحة التي ينتظره عندها العمالقة فقال لهم كل شيء على ما وصفتم، فالذهب أكوام والقوم نيام، فتعالوا وخذوا منه ما شئتم. فدخل العمالقة القصر من الفتحة الصغيرة، ولكن ما كاد كل منهم يصل إلى الجانب الثاني من الفتحة حتى كان الشاب قد أهوى عليه بالسيف وضرب عنقه في سهولة ما بعدها سهولة، وما هو أن يسقط رأس آخر عملاق منهم حتى رجعت الحياة تدب في القصر كما لو صحى من الرقاد 1000 رجل معا، وعلى الضجيج والصراخ، وارتفعت الأصوات تتساءل قائلة من جاء إلى هنا؟ ومن شرب شراب الورد؟ ومن أخذ السيف؟ وكان الوقت أمام فتانا أضيق من أن يسمح له بالهرب لو شاء الهرب. وليس يخفى علينا كذلك لماذا كان الشاب في عجلة من أمره، فشروط الاتفاق المعقود بينه وبين أخويه كانت تدعوه إلى التعجيل في العودة، فهرب من الفتحة وجرى إلى حيث كان العمالقة قد أوقدوا النار، فاختطف منها قطعة حطب كانت تشتعل من أحد جانبيها
وسارع إلى متابعة طريقه. بلغ في سوراه إلى المكان الذي ربط فيه الليل والفجر، فأخذ الاثنان يسبانه ويسمعانه قارس الكلام ويصيحان في وجهه قائلين: أين كنت طول هذه المدة؟ وأين كنت مختبئا؟ ألا تعلم أن نظام الحياة سيضطرب كل الاضطراب إذا بقينا على هذه الحال؟ فقال لهما: صبرا يا سجيني، ولا تصم أذني بمثل هذا الكلام، فلسوف أعيد كل شيء إلى نصابه. ففك أربطتهما وابتعد الليل في الاتجاه المرسوم له، وسلك الفجر الاتجاه المضاد، فصاح فيهما وقال مهددا: اذهبا من هنا ولا تلوح مرة أخرى لعيني. وتبع الليل الذي كان يجري بأقصى سرعته، فبلغ النار الخامدة عند أخويه، وكان الفجر قد اتسعت رقعته، وأخواه ما زالا يغطان في النوم، فأشعل النار التي خمدت، فارتفعت ألسنة اللهب في الفضاء، واستيقظ بعد قليل أخواه وهما يقولان: لقد كانت ليلتنا أيها الشقيق العزيز طويلة طويلة على غير العادة. فقال لهما: كانت أطول لي. ولم يزد حرفا على ما قال، حتى لا يخل بالعقد المبرم بينه وبين أخويه، غير أن هذين الأخوين كانت تحدثهما النفس عن أمر خفي جرى في الليل، ووثق من ذلك على الأخص عندما رأي السيف يتدلى إلى جانب شقيقهما. ثم استطاع الأشقاء الثلاثة الخروج من الغابة، واتفقوا فيما بينهم على أن يأخذوا طريق العودة مبتعدين عن كل مغامرة. فلاحظ الأخ الأصغر أن أخويه يسرعان في الخطى، ويودان لو بلغ المنزل في أقرب فرصة، وكان غرض كل منهما أن يقدم الدليل على مهارته بما يحويه جيبه من ألسنة التنين الذي قتله. فسكت الأخ الأصغر ولم يتكلم، وحدث عن فرحتهم ولا حرج عندما وصلوا في سيرهم إلى الفندق الذي دخلوه في بدء رحلتهم. فقال الأخوان الأكبران: هيا ندخله هذه المرة أيضا. فقال الأخ الأصغر: ولما لا، فهو فندق يرحب بزائريه أجمل ترحيب، ويقدم لهم الطعام مجانا نزولا عند رغبة جلالة الملك. أكل الإخوة الثلاثة هنيئا، وشربوا مريئا، واستراحوا من تعب السفر، وهم كل منهم أن يبدأ الحديث بعد أن أداره في ذهنه مرارا وتكرارا. فتكلم أكبرهم وقال: الواقع أنني في هذه الرحلة لم أضيع وقتي سدى، فلما كنت متوليا الحراسة في الليلة الأولى من وصولنا إلى تلك الغابة المسحورة، فاجأني تنين بثلاثة رؤوس. فماذا تظنون أني فعلت؟ لم أخرج عن صمتي تنفيذا الاتفاق الذي كان بيننا، وإنما جررت سيفي وضربت التنين ضربة أطاحت برؤوسه الثلاثة، وها هي دي ألسنته الثلاثة. وأخرج من جيبه الألسنة الثلاثة ووضعها على المائدة. فقال الثاني: أثلاثة ألسنة فقط؟ أنا عندي ستة ألسنة، فالتنين الذي هاجمني كان بستة رؤوس. وأخرج الألسنة الستة ووضعها على المائدة. فقال الأخ الأصغر: غفر الله لكما، لقد تعاهدنا على ألا نتكلم، فليكن عهدنا إذا ملغا كأن لم يكن، واسمع ما سأقصه عليكما. انظر أولا إلى هذه الألسنة الاثني عشر. وأخرجها من جيبه ووضعها على المائدة، فالتنين الذي هاجمني كان باثني عشر رأسا. ثم انظر إلى هذا السيف الثمين، وجرد السيف من غمده ولوح به في الفضاء. فسأله أخواه: كيف استطعت أن تحصل على هذا السيف؟ فقال الأخ الأصغر: لقد حدث لي ما حدث لكما من مهاجمة التنين لكل منا،
أما هذا السيف فله قصة طويلة. ثم أخذ يقص عليهما حوادث تلك الليلة التي بدت لهما طويلة كما بدت له كذلك، فلم يكد يتم قصته حتى وقفت عدة مركبات ملكية مطعمة بالذهب عند باب الفندق، وكان يستقل الأولى الملك وابنته، وتستقل الحاشية بقية المركبات. فتساءل الشبان الثلاثة قائلين وهم يتطلعون إلى مدير الفندق: ماذا جرى؟ فلزم مدير الفندق الصمت ولم يجب، وكان قد صدرت إليه الأوامر بأن يبلغ الملك حالما يصل إلى الفندق مسافرا يتقلد سيفا من ذهب. فلما رأى الإخوة الثلاثة يدخلون الفندق أدعن للأمر وأرسل إلى القصر الملكي رسولا يخبره بوصول المسافر المنتظر. ورمى الأخ الأصغر بنظرة سريعة إلى الأميرة فعرف فيها الفتاة التي كانت نائمة تحت السيف، فاستولت عليه الدهشة وعجز عن تفسير ما تسائله به نفسه وتقول له: كيف جاءت تلك الفتاة إلى هنا في صحبة الملك؟ دخل الملك الفندق واتجه إلى الأخ الأصغر وسأله في لهجة حازمة صادقة: هل أنت الفتى الذي لوح منذ قليل بهذا السيف في الهواء؟ أصدقني القول، فقد رأيته يلمع في الفضاء وأنا في القصر. فقال الفتى بشجاعة وصدق: نعم أنا هو يا صاحب الجلالة، وها هو ذا السيف. فقال الملك: ولكن كيف استطعت الحصول على هذا السيف؟ فقال الأخ الأصغر: بالطريقة التي سأرويها لكم يا صاحب الجلالة. وسرد الشاب الصغير قصته للمرة الثانية، فقال له الملك: إن كلامك يطابق تمام المطابقة ما حدث، ولكنني أريد أن أثق من أنك بطل هذه القصة، وأنك لم تغتصب هذا السيف من صاحبه بطريقة غير شريفة، ولكن سنرى ذلك في الحال. وأطرق الملك قليلا وهو يفكر، ثم رفع رأسه وقال: إن الذي تملك هذا السيف ودخل القصر يجب أن يكون من أمهر رماة السهام، فقد أصاب الكلب ليلا في شدقه، فتعال برهن على أقوالك. فقال الفتى في نفسه: لو سألني الملك البرهان على حسن رمايتي لسهل علي الأمر، ولكن لو سألني البرهان على صدق روايتي فمن أين أجيء بالدليل القاطع؟ فقال له الملك: لو نجحت أن تسقط الكرة الذهبية من قمة برج قصري بسهم واحد من قوسك كنت أنت الرجل الذي نبحث عنه. فتبسم الأخ الأصغر وزال اضطرابه وقال: سمعا وطاعة يا مولاي. وخرج القوم من الفندق وانتظروا الدليل على صدق الفتى. ولما أصبح القوم خارج الفندق أخذ صيادنا الماهر قوسه وسهامه في هدوء واطمئنان، وانطلق من القوس سهم يخترق الفضاء ويصفر فيه صفيرا شديدا، فما هي إلا لحظة سريعة حتى كانت الكرة الذهبية قد غابت عن قمة برج القصر الملكي. فصفق له الحاضرون تصفيقا طويلا، وأقبل الملك على الفتى فحياه تحية جميلة وأمسك بيده وقال: إن هذا الفتى يا أصحابي هو منقذ ابنتي من السحر الذي كانت مربوطة به، وسيكون منذ اليوم ابني وزوجة وحيدتي. ثم بارك الملك العروسين وأهدى لهما نصف مملكته وكذلك القصر الذي كان حتى تلك اللحظة مسحورا، وفك عنه السحر بشجاعة الشاب الصغير. وبهذا تكتمل قصة الصياد الماهر، وإلى اللقاء في قصة أخرى.